الأوساط السياسية تشدد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، والإطار يحرص على مشاركة جميع القوى السياسية بها. مصادر أمريكية تؤكد أن البيت الأبيض يعمل خارطة طريق للتطبيع بين إسرائيل ودول عربية، وانتقادات عراقية ودعوات لمقاطعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، في حلقة جديدة من حصاد الأيام. ينشغل الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي بل المجتمع بشخصية رئيس الوزراء المقبل، وخصوصا عندما يكون هنالك ضوء بنهاية نفق السياسي بالفرج أو الانفراج الكتلة الأكبر اللي راح تتمخض عنها اختيار عمود وركن الإدارة الرئيسي للدولة والحكومة رئيس الوزراء بعد مرحلة اختيار رئيس الجمهورية اللي راح تكون الأقل تعقيدا وذات شفافية أعلى نسبيا مما يليها من مراحل. لذا تؤكد الأوساط السياسية على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. أما في الجانب الآخر، بدأت زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن إلى الشرق الأوسط الأربعاء، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، وراح تشمل الزيارة إسرائيل، السلطة الفلسطينية، بعدها سيطير مباشرة إلى جدة لإجراء لقاءات مع القيادات السعودية قبل أن يشارك في قمة تجمع قيادات الدول الخليجية اللي راح ينضم إليها زعماء مصر والأردن والعراق. هنا السؤال المهم، هل راح تؤدي إلى التطبيع مع استمرار محاولات واشنطن الرامية إلى جر العراق صوب التخندقات الدولية، الرامية إلى تبنيه سياسة المحاور والوقوف مع كفتها ضد الدول التي رفضت الاصطفافات بجانب المشروع الأمريكي؟ طبعا هذا من جانب. من جانب آخر، ما سيحدث في طهران من اجتماع استانا الذي يضم كل من روسيا وتركيا مع طهران، بالتالي هذه المعادلات وتوازنات القوى السياسية كيف ستكون في المرحلة المقبلة، هذا كله راح نجاوب عليه خلال هذه الحلقة من حصاد الأيام. تفضلوا بالبقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. أكد النائب عن دولة القانون محمد الشمري أن الإطار التنسيقي لن يقصي أحدا من الحكومة المقبلة، وقال الشمري أن الإطار التنسيقي راح يشرع بحوارات سريعة مع القوى السياسية كافة دون استثناء لأجل التسريع بتشكيل الحكومة المقبلة، وبين أن مرحلة اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وأيضا وضع برنامج خدمي يخدم المواطنين لجميع الطبقات هي أهم المراحل وأشدها حساسية. نفتح وياكم مشاهدين الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. على مقربة من انتهاء العطلة التشريعية، تستعد القوى المجتمعة لإماطة اللثام عن شكل الحكومة الجديدة المرتقبة في جلسة متوقعة خلال الأيام المقبلة، وسط مطالبات سياسية بضرورة العمل على إنهاء هذا الملف. ففي وقت سابق جرت المباحثات والنقاشات التداولية بين الفرقاء السياسيين للوصول إلى نقطة التقاء تصل بهم إلى مشارف التوافق. اليوم حقيقة هنالك حراك كبير، وهنالك اجتماعات بين الفرقاء السياسيين، وأعتقد يعني هناك تسريبات تقول أنه ربما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك سوف تطرح التشكيلة الوزارية القادمة واختيار رئيس وزراء القادم. وبالتالي يرى المراقبون أن القوى السياسية أجمعت على المضي بحسم الاستحقاقات البرلمانية، وعدم الركون إلى الخلافات هو ما انتشلهم من غرق الانسداد الذي شل العملية السياسية في وقتها. وبحسب رؤيتهم السياسية أن الحكومة المقبلة في حال رأت النور بالخارطة التي رسمها الإطار الشيعي دون عقبات وموانع، فإن هذه الحكومة ستلبي طموح المواطن واحتياجه
بحسب ما ذكر الإطار الشيعي ذلك. الإطار التنسيقي يتكلم عن حكومة خدمة وطنية تلبي احتياجات المواطن العراقي والعمل على توفير الخدمات للمواطن العراقي وللعراق بصورة عامة، لأن هذا الجانب أهمله. لذلك نتطلع خيرا إذا ما تشكلت الحكومة من قبل الإطار التنسيقي أو برئاسة الإطار التنسيقي من أجل إنقاذ العراق وتوفير الخدمات للمواطن العراقي في المرحلة القادمة. فالقوى المجتمعة اليوم قد وضعت مواصفات خاصة لمن يشغل منصب رئاسة الوزراء، إذ انتهت مرحلة الصفات المطلوبة والوصول إلى مرحلة اختيار شخصية تنطبق عليها تلك المواصفات من إحدى الشخصيات المطروحة على طاولة المناقشات القائمة بغية تقديمها للتصويت، والتي سيكشف عنها بعد انتهاء العطلة الجارية. أما الإسراع بهذا الملف بعد إكمال التفاهمات المرجوة هي الخطوة المهمة في الوقت الحالي، فالمشهد لا يحتمل تأخيرا أكثر بعد الانتظار الذي طال أشهر بترقب إلى لحظة ترشيح شخصيات مؤهلة لإشغال هذه المناصب. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، ارحب بضيوفي الاكارم الدكتور علي الدفاعي المتحدث باسم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، حياك الله دكتور علي ضيفا كريما، وكذلك الاستاذ عماد المسافر الباحث في الشان السياسي ضيفا كريما في الاستوديو، حياك الله استاذ عماد. وينضم معي عبر سكايب الاستاذ احمد الياسري رئيس المركز العربي الاسترالي للدراسات من استراليا، حياك الله استاذ احمد. ضيوف الكرام حياكم الله، ابدا مع حضرتك دكتور علي، نتحدث عن ما وصلت اليه المباحثات بشان تحالفات جديدة من المؤمل أن تطرح بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله دكتور أحمد، مرحبا بك، لك وضيوف الأيام والمتابعين، شكرا للاستضافة. طبعا قيادات الإطار هذا اليوم عقدت اجتماعات مكثفة مطولة، اجتماعات ثنائية وثلاثية بحثت خلالها أسماء المرشحة لرئاسة الوزراء وآلية الاختيار، قطعت شوطا مهما في هذه المسألة، ولعله إن شاء الله اجتماع الإطار التنسيقي يوم غد سيكون اجتماع رسمي بكامل أعضائه، وسيعلنون إن شاء الله لعله عن دعوة رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة في الأسبوع القادم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة، للمضي بالمسار الدستوري من انتخاب رئيس الجمهورية وتقديم مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا من خلال ما يتمخض عنه اجتماع يوم غد إن شاء الله. هذه المسألة يعني قطع الإطار فيها شوط مهم، ولعله كل ما تقدم من مباحثات خلال الشهر الفائت وضع الإطار التنسيقي الأسس والمسار الصحيح لانتخاب رئيس الوزراء. تعلم أن مسار العملية السياسية كان دائما يركز حتى في تقريركم اطلعتوا على أنه التأكيد والتركيز على شخص رئيس الوزراء. الإطار التنسيقي انطلق برؤية أن رئيس الوزراء أيا كانت مؤهلاته لن يكون بمقداره أن ينقذ البلد ويخرج بالأزمة إلى حلول ونجاح للعملية السياسية بمفرده مهما حمل من مواصفات، وإنما يحتاج هذا الرئيس لمجلس الوزراء إلى منهاج واضح وشامل وإلى فريق وزاري ساند يتحمل المسؤولية، فضلا عن كتلة نيابية واسعة، قوة سياسية داعمة ومدافعة ومتبنية لمنهاجه الوزاري وفريقه وشخصه. طيب، حتى بأنه عندما تحدث اليوم رئيس المجلس الأعلى للإسلام العراقي الشيخ دكتور إمام حمودي
من في معرض كلامه قال انه لا يوجد رئيس وزراء خارق ويحمل العصا السحريه. طيب هذا الكلام ما انطبق على رؤساء الوزراء السابقين، وبالتالي الانظار تتوجه الى رئيس الحكومه المقبل، والمواطن يريد منه يحقق الكثير من المطالب الحقه. كيف يكون رئيس وزراء غير قادر على تحقيق هذه المطالب وبالتالي هنالك متطلبات للشعب؟ رئيس الوزراء، هي هذه النظرة التي يريد الإطار التنسيقي أن يرسخها ويؤسس لها في العملية السياسية القادمة. كل الأنظار سواء كان المجتمع، الإعلام، الأحزاب ترنو إلى شخص رئيس الوزراء، وكأنه بيده العصا أو المفتاح السحري لحل كل المشاكل. نحن دونك تجربة قريبة، يعني كان الدكتور عادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء، من حيث الكفاءة رجل كفو، من حيث الخبرة رجل ذو خبرة، من حيث النزاهة رجل نزيه، لكنه لم ينجح. لماذا؟ لأنه لم تجتمع عنده مقومات النجاح التي يريد أن يؤسس لها الإطار التنسيقي. أي رئيس وزراء حمل تلك المواصفات من كفاءة، من خبرة، من نزاهة، لن يستطيع بمفرده حل كل المشاكل. لذلك يؤكد الإطار التنسيقي خلال مباحثاته يجب أن نعمل على أن نؤسس صفات لرئيس الوزراء بمصاديقها. بمعنى الآن عندما تطرح الأسماء، كل الأسماء ممكن أن توصف بأن هذا رئيس الوزراء كفؤ، وهذا رئيس الوزراء خبير، وهذا رئيس الوزراء نزيه، لكن مصاديقها ما هي؟ نريد مصاديق على أرض الواقع لكل صفة من هذه الصفات، فضلا عن المقومات الأخرى التي ذكرتها لك من الفريق الوزاري والمنهاج والكتلة الواسعة والقوى السياسية المتبنية والداعمة. طيب أستاذ عماد، أجدت الحب بحضرتك وفقا لما تفضل به الدكتور الدفاعي، نلاحظ بأنه هنالك تحديات قد تواجه الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة. هل القرار فقط لدى الكتلة الأكبر صاد عماد، أم أن هنالك تحديات راح يكون لها الأثر الكبير في العملية السياسية ومجرياتها بعد العيد؟ شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد، تحية لك ولضيوفك الكرام ومشاهدي متابعي قناتكم. حقيقة هذه المرحلة ليست الأولى بتاريخ العملية السياسية التي تعبر عن ما يعبر عنه الآن بانسداد سياسي، لكنها في هذه المرحلة تكاد أن تكون الانسداد أكبر حجما من الفترات السابقة. العوامل اللي ممكن تواجه أو المخاطر اللي ممكن تواجه الإطار التنسيقي أو الصعوبات اللي تواجهها في تشكيل هذه الحكومة، تحديات كبيرة، تراكمات كبيرة، الوضع الداخلي، الوضع الإقليمي، الوضع الدولي، كل هذه الإطار التنسيقي يضعها في اعتباراته عند تشكيل هذه الحكومة. العقبة الأساسية الآن في تشكيل هذه الحكومة هي بالأولويات. الأولوية الأولى هي تسمية رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس الجمهورية، وكما يعلم جنابك ويعلم ضيوفك الكرام أن هناك مشكلة داخلية بالبيت الكردي في تسمية أو ترشيح رئيس الجمهورية. الأخوة الأكراد منقسمين بين السيد برهم صالح والسيد ريبر، إلى الآن كل المفاوضات التي جرت بينهم لم تتمخض عن شيء. إلى الآن ممكن أن يقال سيدخلون إلى قبة البرلمان بمرشحين اثنين ويتم التصويت عليهم وفق الفضاء الوطني. أما مسألة بقية التحديات، تحديات طبيعية جدا تواجه الإطار التنسيقي، صعبة نعم لكنها ليست مستحيلة. تفضل جناب الدكتور بالحديث الذي سبقني أن كل رؤساء الوزراء الذين سبقوا إدارة هذه الحكومات منذ 2003 إلى الآن كانت هناك معوقات أمامهم. أقرب مثال لنا كان السيد عادل عبد المهدي. ماذا يفعل رئيس الوزراء إذا كانت أدواته لا يمكن أن يعمل بها بشكل صحيح أو لم تكن تناسب هذه المرحلة؟ المراحل التي يمر بها العراق مرحلة محورية ومرحلة صعبة جدا. إذا لم يختر رئيس الوزراء أدواته بعناية تامة، هذا واحدة من أسباب الفشل. إلى إضافة إلى ذلك، الإطار التنسيقي اليوم يدعو إلى حكومة خدمة وطنية. المواطن بحد ذاته إلا إذا مرت فترة بسيطة ولم يرى ناتج على أرض الواقع من هذه الخدمة، سيكون له ردة فعل ممكن غير طبيعية بعيدا عن الصراعات السياسية. المواطن العراقي اليوم، الفئة التي عزفت عن الانتخابات تكاد أن تمثل السواد الأعظم من الشعب العراقي، والخدمة أول ما ممكن أن نلتمسها من خلال هذا السواد الأعظم. أستاذ أحمد، وجدت رحاب بحضرتك لما يتحدث ضيف الكريم أستاذ عماد المسافر عن العقبة الأساسية في سلم الأولويات ويحدد رئاسة الجمهورية، هل تتوقع أن يحسم
أو يحسم الأساس الكرد مرشحهم وهذا الملف ويذهبون للبرلمان بمرشح واحد، أم أن سيناريو 2018 سوف يعاد؟ تحية لحضرتك وتحية لضيفيك الكريمين ولجميع مشاهدي قناتكم. أنا أعتقد أنه الصراع الكرد الكردي حول يعني الشخص الذي يساهم التحديات التي تواجه الإطار، أولا تشكيل الكتلة الأكبر، ثانيا ضمان عدم وجود ثلث معتب، فهمتنا شلون؟ بمعنى الصدر أيضا نجح بتشكيل الكتلة الأكبر ولكنه فشل بأن يفتت الثلث المعطل. فالإطار يعني شوف أنا دانتيك التحديات اللي أمام الإطار، طيب ثم إذا ثبت إذا استطاع إزاحة الثلث المعطل وتشكيل الكتلة الأكبر حين القضية الكردية ستصبح ليس لها قيمة، يعني داخل برنامج تحسن في ساعة يمكن تصويت، سواء دخل الكرد بمرشحين أو بمرشح واحد، فالكرة في ملعب الإطار الآن. هذا على مستوى التحديات المتعلقة بالمشهد السياسي الداخلي. أما على مستوى التفاعلات هذا المشهد على المستوى الاجتماعي وقضية نزول الصدرين على سبيل المثال والجمعة وماذا سيحصل في الشارع، لأن أنا أجد أن هناك تشكيلان، تشكيل سياسي خاص نخبوي وتشكيل تياري اجتماعي متعلق، وهذان التشكيلان هما اللذان يشكلان صورة مشهد الانسداد بالعملية السياسية. فكل تعقيدات المشهد السياسي عفوا إذا حليناها، هذا لا يعني أنه الإطار سينجح بتشكيل حكومة، لأن أنا تابعت كلام الضيف الأول يعني ما استمعت له يتحدث عن فكرة التحديات المتعلقة في داخل قبة البرلمان أستاذ أحمد، ولكن ما عن التحديات الأخرى الاجتماعية. أنا أعتقد الأمر معقد، و يعني لذلك الإطار لم يطرح مرشح لرئاسة الوزراء صريح لأنه يدرك هذه التباعدات، لأن هذا الأمر يعني سابق لأوانه، لا يستطيع الآن أن يطرح مرشح لرئاسة الوزراء دون ضمان الكتلة الأكبر، دون ضمان إزالة الثلث المعطل، دون حل مشكلة الأكراد، دون محاولة احتواء الصدر وتحويل حركته الاجتماعية المتوقعة إلى حركة داعمة وليست حركة تعارض. هذه التفاصيل كلها تدخل بالإجابة على سؤال حضرتك أستاذ أحمد. طيب. نعم دكتور علي، يعني تفضل الضيف الكريم الأستاذ أحمد الياسري ببعض الطروحات. هنا راح نسأل يعني انحسار المرشحين ما دام أننا نقترب من نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، يعني رشحت إلى الإعلام بعض الشخصيات ولكن لم يتم تأكيدها، هل لا زالت الخيارات تدور حول ثلاثة مرشحين؟ مجلس أعلى قدم مرشح لرئاسة الوزراء، لم يقدم، لماذا؟ طبعا هذه مسألتي، أنا أحب أعرج على بعض النقاط التي ذكرت، لكن فيما يخص المرشحين أنا قلت لك يعني الإطار التنسيقي قطع الشوط في هذه المسألة. المرشحين قيادات الإطار كما يعبر عنهم في الإعلام قيادات الصف الأول كلها متفقة متبانية على دعم مرشح يملأ المكان مع كل المقومات التي ذكرناها لكي ينجح هو وفريقه ومنهاجه بكتلة برلمانية واسعة، مع اتفاقهم على آلية اختيار هذا المرشح واجتماع يوم غد إن شاء الله لعله يحسم هذه المسألة بإذنه تعالى. لكن التحديات الأخرى التي تطرق إليها الأخ العزيز، مسألة الكتلة الأكبر، الكتلة الأكبر بعد انسحاب الأخوة الصدريين أصبح شأنها واضح تماما، وهي أعلنت عن نفسها أنه أكو كتلة الثبات الوطني وتسميتها رسميا يعني تحصيل حاصل ليس فيها عقبة. أما فيما يخص أن يكون هناك ثلث ضامن أو معطل في المقابل، هذه المسألة يعني لا سر الداخل يا حضرتك دكتور، إنه نعم تقصد بها الكتلة الشيعية بالمستقلين والإطار التنسيقي. نعم الإطار التنسيقي وشركاء، هذه كتلة واسعة يعني واضحة في المعالم، نعم الشيعية وحلفائها، فهذه الكتلة واضحة وموجودة. لا هي الكتلة الشيعية واضحة وأكو اتفاقات مع القوى السياسية الحليفة والشريكة معها، بس غير معلنة الاتفاق. نعم الآن في 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 إطار النقاشات والمفاوضات هي موجودة على الأرض الواقع، لكنها نعم إعلانها سيتم في الجلسة القادمة. طيب.
أردت أن أشير إلى قضية أنه قد يكون هناك ثلث معطل أو ضامن. كنا فيما سبق هناك تحالف ثلاثي يقف بمشروع ورؤية لإدارة البلد ضمن مسار معين. هذا التحالف أصبح في خبر كان، انتهى دوره. الآن نحن أمام عملية سياسية يعني رجعت إلى مسار تريد أن تدير دفة العراق إلى مسار التصحيح وإنقاذ الوضع. وإطلاع حكومة المقلس دكتور، مع سماحة السيد مقتدى الصدر نحن متفقون في أسس معينة. يعني سماحة السيد مقتدى الصدر رفع شعار الإصلاح. طيب. الإطار التنسيقي يريد أن يترجم هذا الشعار من خلال منهاج واضح وشامل، وأن يعيد الثقة إلى العملية السياسية وإلى جمهور المواطنين العراقيين من كل فئاتهم ومشاربهم من خلال إيقاف هذا الفساد برقابة شاملة ومتابعة ومحاسبة، فضلا عن المضي بالمشاريع المتلكئة وتقديم خدمات من خلال حكومة خدمة حقيقية. ولذلك قلنا أن رئاسة الوزراء بأي كانت من مواصفات لن يكتب لها النجاح إذا لم تتحقق كل أهليتها ومواصفاتها التي ذكرناها. فنعتقد أن التحديات موجودة، ولكنها يعني ميسور يعني تجاوزها والمضي بجميع القوى في هذه المسألة. طيب أستاذ عماد، يعني هنالك يعني حديث عن حراك شعبي محتمل بأن يقود التيار الصدري بحسب التسريبات، ما صحة تلك الأنباء؟ هل ستكون الكتلة الصدرية التي انسحبت بمثابة المعارضة تحريك الشارع سيكون باتجاه المراقبة أم المحاسبة؟ يعني انسحاب الأخوة بالتيار الصدري من مجلس النواب وبقاء بعض مفاصلهم في الحكومة لا يعني أنه انسحبوا من العملية السياسية. أنا أطرح يعني مجرد هيجي رأي، إذا كانوا الأخوة بالتيار الصدري يرفعون شعار الإصلاح وهو شعار العراق يحتاجه بصورة كبيرة جدا، الإصلاح هذا يأتي من خلال المراقبة. العمل البرلماني هو أساسه مراقبة أداء كل الحكومات. لماذا لم يقوم الأخوة بالتيار الصدري بسحب كل مفاصلهم من المناصب التنفيذية والإبقاء على مجلس النواب نوابهم داخل قبة البرلمان لممارسة هذا الدور الرقابي؟ وبهذا بإمكان الكتلة الصدرية بإمكانها محاسبة أي حكومة تأتي سواء من الإطار أو من غير الإطار. هذا السؤال يطرح، لكن على المستوى الشعبي ومستوى الشارع أنا من الناس الذين لديهم اطمئنان بحركة الأخوة الصدريين بالشارع لسبب بسيط، لأن الأخوة بالتيار الصدري يأتمرون بأمر السيد مقتدى الصدر على العكس من بقية التظاهرات التي لها أكثر من رأس. التعامل مع تظاهرات لها رأس معين ولها صوت واضح ولها قرار ثابت أيسر وأهون على كل الحكومات من أن تتعامل مع فوضى عارمة. التظاهرات اللي ممكن أنه يقودها الأخوة بالتيار الصدري تظاهرات إصلاحية مطلبية ممكن أن تتعامل معها هذه الحكومة وكل الحكومات بشكل إيجابي، وليس هناك خوف من أي حراك للأخوة الصدريين على مستوى الشارع. طيب نعم أستاذ أحمد، يعني الإطار التنسيقي لوح بأن البرلمان بورقة حل البرلمان بهكذا عبارة بسبب عناد بعض القوى السياسية، برأيك هل هذا هو الخيار الأمثل لأنه نشاهد الانسدادات السياسية يكون تلويح بهكذا ورقة؟ ما مخاطر حل البرلمان على العملية السياسية أو حتى تغيير رئيس البرلمان في بعض الجزئيات؟ أستاذ أحمد، هذا سؤال ذكي جدا، يعني أنا وايد أشكرك عليه وأتمنى بس تعطيني مساحة حتى أجاوبك يعني بتفصيلات. تفضل. شوف الانسحاب الصدري، لماذا انسحب الصدريون؟ الصدريون طرحوا فكرة الإصلاح كما قال الأستاذ الضيف. انسحابهم مرتبط بأنهم يعني مشروعهم هو مشروع أغلبية، هذا اللي جو شركوا به على هذا الأساس، فانسحبوا لأن مشروع التوافقية هو الذي انتصر بالنتيجة، استطاع أن يعطل المشهد ويكون ثلث معطل. هذا سبب انسحاب الصدريون. بقائهم في البرلمان يعني بحسب قراءة لمخيرة الصدريين يعني انهم موافقون بالتوافق حتى وان كانوا معارضه، تعرف شلون؟ فيقول لك احنا يجب ان نغادر حتى نحاول ان نضغط بمغادرتنا شعبيا ونخبويا حتى لا يتبنى الاطار فكره التوافق. الاطار لا يعني وقع في حرس سياسي. خروج الصدريين لو كنت انا مطرح الاطار لطرحت فكره الاغلبيه، فهمتني شلون؟ نعم. بغض النظر ماذا يتهمني الاخرون، ولكن فكره الاغلبيه
فيها دعم شعبي، فكرة توافقية فيها محاربة شعبية، فلماذا أضع نفسي في مساحة العمل السياسي داخل محاربة؟ لماذا لا أكون صاحب مبادرة أغير يعني أفكاري؟ لذلك أنا قراءتي للمشهد أستاذ أحمد، القراءة الخاصة طبعا، أنا أتوقع أن يحل البرلمان وأدعو لحل البرلمان، أما مخاطر حل البرلمان فبكل تأكيد هي أقل من مخاطر تشكيل حكومة غير حاصلة على شعبية وهناك كتل سياسية معارضة تستثمر الشارع من أجل إسقاط الحكومة، لأن مشهد التضامن يجب أن يبقى حاضرا في العملية السياسية ومشهد التوازن بالقوة. فهمتني شلون؟ الذهاب الأخوة، فريق كبير من الأخوة الإطاريين ذاهبون بفكرة تشكيل حكومة واستثمار خروج الصدريين لتحويلها إلى مكاسب سياسية، هذا خطأ سياسي. وأنا شخصيا أنبه منك كمعلم وأدعو الكل أن يتعامل مع إشكاليات المشهد العامة وتفاعلاته وليس الخاصة. ولذلك أنا قلت للأستاذ أنه يعني تأسيس كتلة كبرى شيعية لا يحل الموضوع، المهم أن تشكل كتلة كبرى عامرة للتشيع بإزالة ثلث معطل، هو هذا اللي يعطيك الأهلية حتى تعوض غياب الصدريين من المشهد البرلماني. أما في أن تذهب بمشروعك وتطرح فكرة التوافق كحل، فهذا يضعك أمام تحدي قادم، يجب أن تثبت أن التوافق سيحل مشاكل العراق. وهذا تجارب الحكومات الإطارية حقيقة، يعني عبد المهدي إطاري، المالكي، العبادي، كلهم إطاريين ما عدا الكاظم طبعا قبل تأسيس الإطار. تستطيع حكومات الإطار أن تثبت أن التوافقية حل، فلذلك يجب أن تتغير الاستراتيجيات بحسب وجهة نظر. نعم. طيب، ما الفرق دكتور علي في سؤال أخير وباختصار لو سمحت، ما الفرق أنه إذا كانت حكومة توافقية أو تحالفات بالكتلة الأكثر عددا داخل قبة البرلمان وتكون هنالك تحالفات؟ لاحظ، أولا حل البرلمان هو يعني بالنتيجة هي خطوة دستورية. طيب، لكن إلى أين ستؤدي بنا؟ يعني إلى انتخابات جديدة وتهيئة معقدة وصرف أموال في هذه الظروف، ثم ماذا؟ نحن الآن أمام برلمان كامل الصلاحيات بمخاض سياسي وصل بنا إلى ما وصل إليه الآن، شرعية القوى السياسية الآن وما ستنتجه من حكومة هي حاصلة سواء في قواها الشعبية في الانتخابات التي حصلت ومن خلال التوافقات والائتلافات التي ستتم. حركة التيار الصدري القادمة والمستمرة كمعارضة إيجابية، نحن أصلا في المجلس الأعلى حقيقة نعتقد أن سماحة السيد مقتدى الصدر وهو ابن المرجع العظيم السيد الشهيد محمد الصدر الذي حفظ دماء الشعب العراقي وحفظ استحقاقات الشيعة في العراق وبذل روحه وأرواح أبنائه من أجل قضية الشيعة وحمايتهم ومستحقاتهم، هو سيكون بذات المنهج في حفظ وحدة الشعب العراقي ولملمة هذه الأزمة بحيث لا يكون هناك نوع من المخاوف التي تؤدي إلى أوهام الصدام الشعبي أو ما إلى ذلك. بالنتيجة نعتقد أن حل الحكومة التوافقية، العملية التوافقية هي الأنسب الآن في خضم ما يدور من يعني هناك حالة عدم ثقة متبادلة، هاي لا أحد ينكرها مثلا، هناك نسب متفاوتة في الانتخابات، هناك طموح في إدارة الدولة بمسار معين، كل هذه إضافة إلى يعني نقاط أخرى تجعل من عندنا أنه نعتقد أنه المسار التوافقي بحيث أن تأتلف القوى السياسية وتتبانى منهجا حكوميا يقدم الخدمة بالدرجة الأساس ويقطع منافذ الفساد ويعتمد المشاريع وما يعيد عجلة الاقتصاد للبلد، هذا كله هو الذي سيؤدي بالعملية السياسية وحكومة الخدمة القادمة إلى النجاح. أما أن نظل ونفكر بخطوة إلى الوراء من خلال حل البرلمان والذهاب إلى المجهود حقيقة في هذه المسألة، نحن بحاجة أن نمضي إلى الأمام بمنهاج وزاري واضح وشامل مع فريق ساند وكتلة برلمانية داعمة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الدفاعي المتحدث من المجلس الأعلى للإسلام العراقي، شكرا جزيلا لحضرتك، وشكر كثير للأستاذ عماد المسافر الباحث في الشأن السياسي، وشكر كثير لحضرتك أستاذ أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات، حدثنا عبر سكايب من أستراليا. نتواصل وياكم بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. مصادر أمريكية تؤكد أن البيت الأبيض يعمل خارطة طريق للتطبيع بين إسرائيل ودول عربية، وانتقادات عراقية ودعوات لمقاطعتها.
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. انتقد عدد من السياسيين قمة الرياض المزمع عقدها منتصف الشهر الجاري بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن وبحضور عدد من الدول العربية من بينها العراق، وأكدوا أنه محاولة لإشعال الفوضى في الشرق الأوسط فيما وصفوها بقمة العار. واجتمعت الآراء السياسية إلى أن أجندة أمريكا في الشرق الأوسط هي خلق الفوضى التي تخدم مصالحها العالية وضمان أمن تل أبيب. ملفنا الثاني من الحصاد راح نناقش هذا الموضوع بكل أبعاد، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. كان ولا يزال التطبيع بين أي دولة عربية وإسرائيل يمثل هدفا رئيسا للبيت الأبيض، بعيدا عن هوية الرئيس القابع داخله أو انتمائه الحزبي. ولا يختلف الأمر كذلك في الجانب الإسرائيلي الذي يرى في أي خطوة تطبيعية مع أي دولة عربية نجاحاً لا يرتبط بهوية رئيس وزرائها أو انتمائه الحزبي. وأقرت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى قبل أيام أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن زيارة الرئيس جو بايدن الحالية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية والمملكة السعودية ستشهد أشياء مثيرة للاهتمام بخصوص السلام مع إسرائيل. وحاولت إدارة ترامب من قبل تأسيس التحالف الذي يضم إضافة إليها ولإسرائيل 8 دول عربية هي دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر والأردن، في محاولة عاكسة لرؤية أمريكية لخريطة شرق أوسط جديد بعيداً عن روسيا والصين، يلعب العرب فيه دوراً هامشياً خادماً لمصالح واشنطن وإسرائيل من دون اكتراث بأي مصالح حقيقية للشعوب العربية. ومنذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب تضغط واشنطن وتضاعف مساعيها لتطبيع العلاقات العسكرية بين إسرائيل من جانب ودول الخليج العربي من جانب آخر، وعلى الرغم مما يعده البعض فشلاً كبيراً لصفقة القرن التي طرحها الرئيس ترامب، فإنها نجحت وبشدة في أحد جوانبها في إخراج علاقات إسرائيل مع دول الخليج إلى العلن للمرة الأولى. ويختلف نهج التطبيع الجاري حالياً عما اعتقده الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز وعدد من أنصار التطبيع من العرب، من إن الاقتصاد والتجارة هما أقصر السبل لدعم علاقات إسرائيل بجيرانها. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريم الدكتور صالح الشذر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية. حياك الله دكتور. حياك الله. حياك الله. دكتور، يعني خلينا نأخذ بالمجمل إيش دي يصير بالشرق الأوسط، يعني زيارات متبادلة بين العراق مع كل من السعودية وطهران، بالتالي هنالك زيارة سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران ولقاء القادة حول سوريا، يلتقي مع الرئيس التركي والرئيس الإيراني لما يعرف باجتماع أستانة حول الوضع في سوريا. طيب، وأضف إلى ذلك المتغيرات الجديدة، زيارة بايدن إلى المنطقة وتل أبيب والسلطة الفلسطينية وحضوره إلى جدة يوم غد سيطر مباشرة، حراك يعني مو طبيعي، شنو القضية؟ أعتقد أن هذا الحراك كبير جدا وهو شبيه بحراك الحرب الباردة بين العملاقين أو ما يسمى بفترة الوفاق الدولي. هذه فترة وفاق دولي إقليمي شرق أوسطي ينعكس بظلاله على الدول العربية. الدول العربية محور هذا الحراك لما تمتلكه من أدوات ناعمة وتسويقية اللي هي البترول والغازات وإلى آخره، وبالتالي هذه الدول ليست بدول قوية وسياق الدولة فيها مفقودة. وبحكي بصورة عامة عن الدول العربية بغض النظر عن طبيعة نوعية الدول أو نوعية القادة أو نوعية النظام السياسي في تلك الدول، فيها يعني أيضا هنالك الدول الجارة يعني شرق أوسطية أو حقيقة حتى هي جارة للعراق غير عربية أيضا لها تأثيرات إقليمية على المنطقة العربية وعلى العراق خصوصا، وبالتالي أيضا فهي زيارة للرئيس الأمريكي إلى جدة أعتقد أنها فيها أبعاد وفيها يعني حقيقة مسارات دولية وإقليمية كبيرة. هو الترويج
لما يسمى بخارطة الطريقة التي حقيقة رسمت منذ تسعينيات القرن العشرين، وأيضا هي خارطة جديدة شرق أوسطية تريد أن تضع موضوعة إسرائيل في الحاضنة العربية بطريقة القوى الناعمة أو الأدوات الناعمة، الأدوات الاقتصادية والثقافية. على سبيل المثال هناك تصريحات كبيرة بأن هناك ستكون هناك سفرات حج إلى بيت المقدس للدول العربية، يقصد منها العالم المسيحي في الدول العربية. إذن هو هذا بداية لنوع من حقيقة التطبيع السياسي الناعم يعني حقيقة بأجندات مخابراتية، وبالتالي أعتقد أن العرب هم من سعوا إلى ذلك أو قسم من العرب لا سيما دول الخليج، باعتبار الآن السيد حقيقة ولي العهد السعودي لديه تأثير كبير على المستوى الإقليمي العربي، وحقيقة يستخدم المال العربي أو المال السعودي لصفقات أجنبية مثل هذه الصفقات. نعم. اعتادينا دكتور بأنه واشنطن تقدم الحماية لتل أبيب عبر الحكومات المتعاقبة والسياسة الخارجية الثابتة للولايات المتحدة، بالتالي هذه الحماية مرة نشوفها أنه عند سفر الأسبوع المقبل يوم السبت إلى جدة راح يكون هنالك فتح مجال للتطبيع. أيضا مصادر أمريكية قالت بأن زيارة موسكو لطهران سيكون هنالك حديث عن صفقات أسلحة وطائرات مسيرة تستخدمها موسكو للحرب في أوكرانيا. طيب كل هذه المتغيرات، أمريكا هي الفاعل الرئيسي، ما المعطيات التي تنوي تحقيقها؟ ما زالت لحد هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب الأوحد عالميا منذ سقوط جدار برلين عام 91 ونهاية الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وتفكك الاتحاد السوفيتي أنذاك. بالتالي أعتقد أنه نظام أحادي القطبية هو النوع من الهيمنة العالمية، وبالتالي الأدوات والتأثيرات الإقليمية هي لدعم المشروع العالمي الأمريكي، وهو أيضا يعني مرتبط بالمشروع الصهيوني العالمي. هناك منظمة تسمى منظمة إيباك، منظمة يهودية أمريكية، لا يمكن لأي رئيس أمريكي إلا أن يكون عضوا في هذه المنظمة حتى يرشح للرئاسة الأمريكية. إذا لم يدخل هذه المنظمة لم يكن رئيسا، وبالتالي كل الموجودين هم موجودين أعضاء في منظمة إيباك اليهودية التي تعطي لكل يهودي وكل مواطن يهودي في أمريكا $500 شهريا إضافة إلى راتبه وعمل حتى لو كان ملياردير. وبالتالي إذا هذا الدعم وهذا حقيقة هذه العملية، طبعا العرب لا يعلمون، وقسم حتى اللي يعلم عن هذه المواضيع لا يتحدث بها حتى يحافظ على مكانه في السلطة، بما في ذلك العراق. الكثير من العراقيين والمسؤولين العراقيين ومن يتصادمون على السلطة هم لديهم علاقات مع أمريكا قوية ولديهم علاقات مع كل دول العالم، ويتمنون البعض أن يطبعوا مع إسرائيل، ولكن الشعب العراقي نعم من الممكن أن تكون ذلك، لا أعتقد، ولكن مع الرؤساء. منظمة إيباك لا تقبل أي شخص فيها، تقبل السيناتورات التي لديهم تأثير يهودي في كل العالم بشرط أن يكون لديهم حقا أصول يهودية يدخل هذه المنظمة، ولكن لديها أذرع وتنظيمات خارجية في الدول وحتى في الدول العربية التي لها تنظيمات، ولا أعلم كيفية إدارة هذه التنظيمات، ولكن لها أذرع كبيرة. وبالتالي هي هذه منظمة من عدة، هناك منظمة يسمى منظمة الرعب أو منظمة الموت أيضا في أمريكا، وأيضا من ضمنهم بايدن عضو في هذه المنظمة، الرئيس الأمريكي الموجود الآن. هذه يعني مختصة في صناعة الموت، صناعة الحروب، الترسانة الأمريكية. هذا وهذه المنظمة يجب أن تصدر لدول تحتاج إلى حرب، إذن هم يفتعلون الحروب ويصدرون لها دمار الموت عن طريق هذه المنظمة، وأيضا هذه تجتمع في المقابر يعني للمعلومات. نعم. لما نتحدث عن تصدير الحروب نتحدث عن نظرية الفوضى. الأجندة الأمريكية في الشرق الأوسط تسعى إلى خلق هكذا فوضى وتخدم مصالحها العالية، ضمانة الأبيب أيضا من جهة أخرى. تتوقع دكتور أنه هذه الفوضى فقط الشرق الأوسط أم أن العراق مشمول بنيرانها؟ أولا هي تعريف نظرية الفوضى، كيف الفوضى هي خلق النظام من الحطام، أنا أحطم الأنظمة ومن ثم يأتي نظام مزروع بطريقتي الخاصة، وبالتالي هذا هو الفوضى. الفوضى الخلاق، أنا أخلق نظام من الحطام من لا شيء. على سبيل المثال العراق هو يعني المنبع الرئيسي الذي تبحث عنه أمريكا ودول الغرب بصورة عامة، وأي يعني أي أجندة حتى الأجندة العربية تحاول تدمير العراق، لأن العراق هو مصدر الخطر باعتباره يمتلك مقومات الحضارة القديمة،
ويمتلك يعني الحضارة الموجودة في العراق الحالية، ويمتلك الثروات الكبيرة التي هي حسب المعلومات الاقتصادية، ولو أنا ليس خبيرا في هذا المجال، ولكن نقرأ أنه آخر برميل نفط يخرج من العراق، وبالتالي إذن هذه الموارد وهذه حقيقة هذه الإمكانيات في العراق، تحاول الجميع السيطرة على العراق من أجل منافع خاصة لصالح دول عالمية، وأمريكا هي تقود هذه حقيقة، تقود هذه المؤامرات على العراق. فالعراق إذن هو محور العمل في الشرق الأوسط ومحور العمل عالميا لحقيقة لما يسمى بالنظام العالمي الجديد. نعم. طيب، من ضمن هذه الفوضى ما يحدث في الشرق الأوسط في السعودية، وأيضا ما يحدث من زيارة بايدن للمنطقة، هل هو جزء للاعتراف بالكيان الصهيوني، ومن سيهرول إلى التطبيع، ومن يستهدف لكي ينضوي تحت هذه القائمة؟ نعم، سؤال مهم جدا. بالتأكيد زيارة الرئيس الأمريكي لها ثقل كبير على المستوى العالمي، باعتبار أنه السعودية دولة عربية بسيطة، فكيف يزورها رئيس أمريكي وهو هذا يعني الرئيس الثاني أعتقد بعد زيارة الرئيس ترامب، وحصل على ما حصل من المليارات وذهب بدون حقيقة بدون رادع، وحسبة أقوى غزوة اقتصادية في التاريخ. المهم أعتقد أن هناك نظرية في العلاقة تسمى نظرية الفراشة، لا أحد يتطرق لهذه النظرية. ماذا تقول هذه نظرية الفراشة؟ تقول هاي أمريكية طبعا هي لتغيير النظام الدولي، هناك يصح لها نظريات تغيير النظام الدولي. نظرية الفراشة تقول لو اجتمعت ملايين الفراشات، الفراشة جد يعني جد رقيقة، ملايين الفراشات على بحر وضربت بأجنحها ضربة واحدة لحصل تسونامي كبير من هذه الحركة، يعني تيار من الهواء وأغرق كل شيء. نعم، استخدموا هذه النظرية في ما يسمى بالربيع العربي. نعم، وبالتالي أغرقوا جميع الدول العربية وشالوا جميع الرؤساء وأتوا بنظام حقيقة على المقاس. تعرف أنت من يأتي نظام على دبابات وعلى ولا آخره، بالتالي يعني لا يستطيع أن يفعل شيء، لأن القرار الدولي بيد غيره، وبالتالي وصلنا إلى العراق، أفغانستان، ليبيا، يعني ما لا توجد دولة عربية، سوريا ما يحصل بها الآن، اليمن والحروب التي موجودة. إذن هي هذه ما يسمى بنظرية الفراشة ونظرية الفوضى، ارتباط لنظرية الفراشة. طيب، هل من مصلحة العراق الابتعاد عن المؤامرات الأمريكية، ابتعاد عن دول الخليج لأنها لا تريد سوى الإضرار بالمصلحة العراقية، وأحداث السنوات الماضية خير دليل دكتور؟ نعم أكيد، العراق دولة يعني محاطة بجيران، سواء كان جيران عرب أو جيران يعني إقليم غير عربي، وبالتالي عليها مسك العصا من الوسط في السياسة الخارجية. هذه نصيحة كمختص أنا اختصاص العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، أي مسؤول يأتي سواء كان مسؤول ديني شيوعي مدني، أي مسؤول يأتي إلى السلطة في العراق عليه أن يمسك العصا من الوسط، لا يخسر دولة إطلاقاً. مو شرط التوازن من الوسط، يجوز مركز الثقل يميل على جهة معينة. لا، ما له مركز الثقل لجهة معينة، المفروض يجب على مصالح العراق أين تميل، يعني أين تميل يعني مصالح بلدي يجب أن أذهب، ولكن مع ذلك أحتفظ بالعلاقات الخارجية المتوازنة على الأقل 80% مع كل جيران الأطراف. أما يعني إحنا يعني كيف العراق وصدام حسين يعني كانت الدكتاتورية واضحة في هذا الموضوع، خسر السياسة الخارجية لأنها تصدير للحروب، وبالتالي يعني العراق انتهى. فنحن لا نستطيع أن نحارب كدولة الآن، وبالتالي علينا استخدام الجانب السياسي والدبلوماسي ومسك العصا من الوسط بقدر مصلحة العراق. على سبيل المثال يعني تركيا لا تعطي ماء للعراق، على العراق أن يقطع علاقاته الاقتصادية فقط، وبالتالي يستطيع أن يتفاوض في هذه الورقة. على سبيل المثال السعودية على سبيل المثال تقطع عنا مثلا على سبيل المثال الكهرباء أو أي شيء آخر، علينا أن نتعامل بالمثل وفقا لما تعمله هذه الدول، وأيضا هذا ينطبق على جميع دول الجوار إذا ما أردنا للعراق أن ينهض. أما إذا جاء رئيس وزراء، وأنا مسؤول عن كلامي، أنا يعني مستقل، دعني أتحدث إذا جاء رئيس مسيس لدولة عربية أو لدولة إقليمية أو لدولة أجنبية، هسا نعم خل عنده علاقات لا بأس، إذا كان عنده علاقات وتستخدم هذه العلاقات لصالح العراق لما لا، ولكن إذا كان مركز الثقل لطرف هذه الدولة وهذه الدولة لديها أجندات تعمل وتفعل والآخر، العراق لن ينهض أبدا، وستبقى الفوضى في العراق إلى يوم يبعثون. وهذه نصيحة للسياسيين ومن يصل إلى السلطة مستقبلا، عليه أن يكون متزن في علاقاته الخارجية إقليميا وعربيا وعلى المسار الدولي. شو راح تحقق هذا التوازن؟ حضرتك أكاديمي وريد يعني النظرة الأكاديمية والواقعية، يعني هنالك
من سيشارك بهذه القمة لحفظ أمن إسرائيل، للتطبيع مع إسرائيل، ومن ثم مقبلين على تشكيل حكومة. هذه الحكومة إذا تعاونت مع هذا البلد أو ذاك النظام، هل وفق تعاملها سيدخل ضمن ما تم إقراره في البرلمان العراقي من تجريم قانون تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي؟ طيب ما هذه الدول راح تكون وسيط موجودة. نعم، من يمثل العراق في هذه القمة إذا كانت على مستوى الرؤساء وكان على سبيل المثال؟ يجب أن يكون واحد يمثل العراق، أتمنى، وليس تذهب مجموعة تمثل العراق. على سبيل المثال يذهب الرئيس ويذهب رئيس الوزراء ويذهب رئيس البرلمان ويذهب رئيس حزب، وبالتالي العراق ينتهي من هذا الموضوع. على من يتفقوا على شخصية واحدة تمثل العراق في القمة العربية؟ هاي أولا، هاي النصيحة المجانية. شخص سواء كان رئيس وزراء أو رئيس جمهورية، شخص يذهب لتمثيل العراق في هذا المكان. هذا الشخص عليه إذا صدر قرار لصالح إسرائيل أن يرفع يده ويتحفظ على هذا القرار. هو لا يستطيع أن يفرض إرادة على، صح ولا لا؟ ولكن يستطيع أن يتحفظ على هذا القرار، بالتالي يحمي العراق ويحمي نفسه كمسؤول من هذا الموضوع. ثانيا، إذا صارت مناقشات داخلية عليه أن لا يناقش إطلاقا موضوع التطبيع، سواء كان اقتصاديا أو دينيا أو ثقافيا مع الجانب الإسرائيلي، أيضا يترفع عن هذا الموضوع، لأن هنالك قرار برلماني يقضي بأنه من يتعامل بهكذا موضوع أعتقد أنه يتعرض للمسائل الحنف باليمين، ومن ثم حقيقة التهمة الكبرى اللي هي وهي حقيقة أعتقد تصل إلى الإعدام إذا ما طبق في دستور العراق، وبالتالي عليه أن يحمي نفسه ويحمي الشعب. طيب، نعم، هذا نصيحة لي مجانية. نعم، طيب، ما حد يأخذ بها طبعا بالمناسبة. طيب، وهذه الدول الوسيطة التي تطبع مع إسرائيل، شلون راح يكون شكل العلاقة الدولية، علاقة العراق الدولية مع هكذا دول؟ أيضا يعني هذه الدول احنا لسنا بمسؤول عن، هناك موضوع اسمه سيادة الدولة وعدم اقتراح سيادة الدولة من قبل دولة أخرى. هذا قانون الأمم المتحدة والقانون الدولي معمول بذلك، وبالتالي كل دولة لديها سياستها الخاصة وسياستها الخارجية. اتفاقيات دولية، نعم، اتفاقيات دولية وفق الاتفاقيات فيينا. نعم، لربما هذا النفط يصدر إلى الدولة سين أو صاد، ومن ثم يذهب إلى إسرائيل. هنا هي هاي القضية. نعم، أنا علي أن أصدر هذا، على سبيل المثال أنا أصدر هذه، مثلا هذا البترول العراقي يصدر إلى السودان على سبيل المثال. إذا السودان يعني أنا أخذ قيمة هذا المبلغ من السودان، أما السودان إذا تودي لإسرائيل أنا ما مسؤول عليها، هي دولة وبالتالي اشترت بفلوسها، فالعراق غير مسؤول على النفط اللي يخرج إلى دولة ويأخذ قيمته وبالتالي يذهب إلى غير دولة، ما له علاقة العراق. يعني العراق ليس رئيس العالم، وبالتالي العراق يعني بلد ضعيف هش، ما زال لا يعرف معنى الديمقراطية في طبيعة المسؤولين حتى أصلا يعني، وبالتالي علينا يعني كل واحد يعرف حجمه ويعرف علاقاته. العراق الآن لا يستطيع أن يفعل شيئا سوى أن يكون حياديا وأن يكون يحافظ على حقيقة البلد العراق، سواء كانت الأراضي أو المياه الإقليمية، ويخدم شعبه فقط. وبالتالي يعني حقيقة النأي بالنفس هو من خلاص، حقيقة من خلاص التأثيرات الخارجية سواء كانت إقليميا أو دوليا. نعم، احنا أيضا شاركنا متابعي موقع قناة الأيام الفضائية بموضوع هذه الحلقة، وسألناهم هل تشهد زيارة بايدن الحالية إعلانا عن تطبيع السعودية مع إسرائيل؟ الإجابات كانت 85% قالوا نعم، و 3% قالوا كلا، أما 12% فقط تحفظوا على الإجابة. الدكتور صالح الشدر، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية، شكرا جزيلا لهذه الفراش المعرفية والسياسية، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في الغد يتجدد اللقاء بإذن تعالى، في أمان الله. شكرا جزيلا لكم، تفضل جدا، الله يديمك، شكرا جزيلا.